حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال كنا يوم الحديبيه اربع عشره مئه والحديبيه بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطره فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت او صدرت ركائبنا